بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. في ناس يا جماعة ممكن تشوف الفيديو ده مرتين، لأنه أولا هيتحط في مقدمة الحصة السابعة ريفيجن شابتر 1، ثانيا هينزل على الجروب بتاعنا ها وعلى اليوتيوب. كلامي هينزل مرتين ليه؟ لأني أكيد ولي الأمر مش بيتفرج على الحصة، فكلامي مهم لولي الأمر حضرتك وكمان للطالب. حضرتك شفته خلاص على اليوتيوب أو على الجروب بتاعنا، ما تشوفوش بقى في مقدمة الحصة وجري الوقت ده وخلاص وابدأ حصتك. طالع اتكلم في ايه؟ في واحد كان عندنا مشاكل بنقول اهو وبمنتهى الصراحة. اول مشكلة واحد كانت في النتيجة، نتيجة الطلبة مش عارفين نشوفها، بتبعت لنا غلط، بتعمل لنا غلط، عملنا حاجة لولي الامر. يا ولي الامر بعد اذنك يا ريت حضرتك تسمعني، كلام مهم جدا لحضرتك وبعدين يليه ابن حضرتك. يبقى الكلام مهم لحضرتك الاول وبعدين في كلام مهم كمان لابن حضرتك. واحد كانت مشكلة النتيجة، في حاجات بتطلع غلط ما كناش مسؤولين عنها بشكل كبير قوي، يعني كان بيبقى في حاجات بسبب الطلبة مش مهمة هنحكي فيها، حليناها خلاص، احنا مش هنبعت النتيجة. احنا هنعمل ايه؟ حضرتك هتخش على جوجل من اي موبايل، من موبايلك هتكتب mrahmadsameer.com، كويس، هيظهر لك ده يا فندم من غير اشتراك ومن غير اي حاجة يا فندم، كويس، من جوجل mrahmadsameer.com هيظهر ده. في خانة هنا اسمها فولو اب، حضرتك هتدوس عليها كده هيظهر لك الشكل ده يا فندم، هتكتب رقم التليفون ده اللي حضرتك مسجله في الابليكيشن او ابن حضرتك مسجله كرقم ولي الامر. طيب ابني مش مسجل رقم، ابني كاتب رقم غلط، غلط مش كذاب ولا حاجة، غلط، ها حضرتك هتبعت لنا دلوقتي حالا ها على رقم الدعم الفني واتساب، مش فون يا فندم خالص، انا ولي امر فلاني الفلاني، اسمي فلاني الفلاني والطالب فلاني الفلاني ورقم تليفوني كذا اللي عايز اشوف بيه نتائج ابني. احنا هناخد الرقم اللي حضرتك بتبعته لنا واحنا هنسجله في بيانات ابن حضرتك، نصلحها ونسجله، من خلالها هتعرف تكتب الرقم هنا اهو، هتظهر النتيجة باذن الله. تمام يا فندم، كده حلينا مشكلة النتيجة، انا مش عارف نتائج ولادي خلاص، يبقى مش هتبعت لك خالص، بس النتائج اللي قبل الابديت اللي هو بتاع النهاردة دي خلاص بقى، خلاص اللي فات مات بقى، احنا هنبتدي من الاسبوع ده. حلو كده، يبقى النتيجة اللي بعد ابنك ما عمل للابليكيشن ابديت الجديد ده، دي النتائج اللي هتظهر، سواء بقى لسه داخل معانا فهتظهر من اول كويز، طيب مش عديت الحصة التالتة يبقى هتظهر الرابعة، عديت الحصة الخامسة يبقى هتظهر الستة، حسب انت مشترك معانا فين ازاي. تاني مشكلة كانت عندنا، الناس بتقول ما بيردوش على التليفون. الرقم ده يا فندم اللي مكتوب ده، ده رقم الدعم الفني، استأذنكم محدش يتصل بالتليفون، ها واتساب، ليه؟ لان المصريين فريند لزيادة عن اللزوم، فبنرد على تليفون ياخد تلت ساعة، فاكيد مش هنرد على خمس ست تليفونات خلال التلت ساعة اللي اتكلم فيهم. ابعت لنا المشكلة واتساب، مشكلة في الدعم الفني، مشكلة في الفيزيكس اللي بتقولوا عليها حليناها برضو، اسئلة الفيزيكس ما بيتردش عليها، اولا لان كل الاسئلة انا مجاوب عليها بنفسي في الفيديو مرة واثنين وثلاثة وفي الحصة اللي قبلها واللي بعدها، وبشوف الاسئلة واطلع اجاوبها تاني. بلاش، هو يا مستر ابني عايز يحل السؤال ده دلوقتي، مش عايز اتفرج على الفيديو كله. متهيألي بقى لنا 10 ايام من الان، 10 ايام الرصيد الاسئله في الفيزيكس زيرو، بس لو سمحت ما تبعتش ايه، ما تتصلش بالتليفون، ده رقم الدعم الفني. دعم الفني يعني ايه؟ عندك مشكله في الابلكيشن او عندك مشكله في الفيزيكس، تبعت واتساب واحنا بقى يا نرد عليك بفويس، يا نرد عليك بايه، برساله، يا اما هنكلمك ونحل المشكله خلاص. يبقى دي تاني مشكله كانت عندنا. تالت مشكله اللي الناس بتتكلم عليها كلهم، مستر عايزين حاجه ديسكتوب او عايزين الشاشه تكبر. المشكلتين اللي كانوا في ايدينا قدرنا نحلهم، المشكله الثالثه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. على فكره الضرر مش اننا نتسرق او الفيديوهات تتسجل بس، لا، في حاجه يا ولي الامر حضرتك مش واخد بالك منها، حصلت السنه اللي فاتت، انا اللي عارف حضرتك اكثر قيمه واكثر كل حاجه، اكثر علم وكل حاجه، بس انا اللي عديت بالتجربه،
انا اللي عديت بالتجربة السنة اللي فاتت يا فندم، لما الولاد سجلوا الحصة او 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 ولي امر بيكلمني بمنتهى الجرأة، مش هقول بمنتهى حاجة تاني، بيقول لي ايه؟ معلش يا فندم انا ابني مسجل من الحصة 7 للحصة 33 وما شافش ولا حصة، اعمل ايه؟ ما هو مسجل الحصة هيشوفها ليه؟ ما هي موجودة وانا موجود وحلها ربنا. يبقى ميعاد الحصة ميعاد زي السنتر بالظبط، ماشي، شغالين على، ما اقدرش اوعد بحاجة الى الان لغاية لما هطلع لحضرتك واقول لك انا عايز قبل منك، يا اما نعمل من الابليكيشن سكرين ميرور على شاشة كبيرة يا اما نعمل ديسك توب. امتى؟ ازاي؟ بنحاول وما بننامش عشان نوصل لحضرتك كده. دي المشاكل نركنها على جنب بقى. تعال بقى في الفيزيكس وفي الميثودولوجي بقى الكبيرة. يلا، واحد، لازم نعترف، لازم نعترف ان عندنا مشكلة اللي هي ثانوية عامة، لازم نعترف بده، لازم، خلاص ماشي، اعترفنا بان في عندنا مشكلة اسمها ثانوية عامة. واحد، لازم نحدد المشكلة. اتنين، زمن حل المشكلة. انا بتكلم راجل علمي بقى، سينسز فور، طريقة حل المشكلة. واحد، ايه هي المشكلة؟ ان احنا عندنا ثانوية عامة بنظام جديد. حلو قوي. كيف نعبر المشكلة؟ هل وارد ان المشكلة دي تلغي؟ يعني هل النظام الجديد هيتلغي؟ لا، يبقى احنا مواجهين المشكلة خلاص. اتنين، المشكلة التانية ان ابنك، ابن حضرتك يعني، والعياذ بالله، اتفاجئ ان في ثانوية عامة، اتفاجئ وكأن ثانوية عامة شهر رمضان بتطلع بهلال، ها هلال رمضان جه فاحنا في ثانوية عامة. هو ابن حضرتك ما كانش عارف ان اولى ثانوي ثم تانية ثانوي ثم هيجي تالتة ثانوي؟ هتقول لي ما هو النظام فاشل والناس مالناش دعوة، احنا خلينا في مشكلتنا دلوقتي، احنا عايزين نحلها ولا عايزين نتكلم؟ عايزين نحلها. كويس. ابنك مش متعود على المذاكرة الا من رحم ربي طبعا. ابنك مش عارف يذاكر ازاي، هي دي مشكلة برضو. ابنك مش عارف لما يذاكر يطبق ازاي، كل دي مشكلة بنحلها بقى، احنا بنحلها في الحصة. فن بقول له يذاكر ازاي؟ مفيش حاجة اسمها مذاكرة مش عارف يحل، مفيش كده، مفيش كده في الدنيا. أنا بشتغل عشان أعيش، صح؟ أكسب فلوس، أبقى في مستوى مال، يبقى لو الشغل ما بيحققليش ده هسيبه وأدور على حاجة تاني، صح ولا لأ؟ كويس. يبقى واحد، نعترف بإن في مشكلة، ابني ما بيعرفش يذاكر، ابني بيحاول يذاكر، ابني متعود ما يذاكرش، كل ده نواجهه بقى، ده واحد. اتنين، زمن حل المشكلة. زمن حل المشكلة ما ينفعش ألاقي حد بيغرق وأروح قايل له إيه؟ يا ريتك اتعلمت العوم يا أخي، انزل جيبه الأول. يعني ننزل نجيبه الأول بعدين نطلعه بقى نعلمه العوم، أو يعني نشوف نعمل إيه. أنا بقى بقول لك إن في مشكلة في شهر 10 مش في شهر 6، أنا بقول في مشكلة أهو في شهر كام؟ 10، يعني باقي على الامتحان 8 شهور. يبقى إحنا في زمن حل المشكلة أهو، هنبتدي من النهاردة نحل المشكلة عشان على بال ما نوصل شهر 6 تكون المشكلة اتحلت بإذن الله، أو في سبيلنا في الأيام دي نحلها، مش نتفاجئ بيها في شهر 6. ثلاثة، بالله عليك اوعى ابنك يقولك بالله عليك من حد، والله العظيم ولادنا، انا مشترك معاك، وطبعا اوعى ابن حضرتك يقولك انا عارف انا بعمل ايه. لا يا فندم، مش عارف هو بيعمل ايه، ده ربنا سبحانه وتعالى حتى اللي بيغضب عليه، ربنا اللي بيغضب عليه بيسيبه لنفسه. يرضيك تسيب ابنك لنفسه؟ ده ربنا ما عملش كده معانا، يبقى احنا ما نعملش كده مع اولادنا. ثانيا، اهالينا ما عملوش كده معانا، عمرنا ما قلنا لاهالينا ها احنا عارفين بنعمل ايه. لا، لغايه دلوقتي اهالينا بتقول لنا نعمل، ارحمهم الله طبعا اللي توفاه الله، يعني ربنا يرحم والدينا ويرحم امواتنا كلنا، بس كان لغايه اخر لحظه بيقولوا لنا بنعمل ايه. يبقى ابنك ما يقولكش انا عارف بعمل ايه، لانه هو مش عارف هو بيعمل ايه فعلا، مش لانه غبي ولا حاجه ولا تقصير منه، لانه ما عداش بالخبره دي قبل كده. بس يا فندم ازاي يعني؟ انا اسف يا فندم، يا ولية الامر، هتدخلي بنتك المطبخ تعمل محشي وهي ما وقفتش في المطبخ تسلق بيض؟ يعني ده انهي منطق؟ وهتقولك انا عارفه بعمل ايه. لا، ما انت مش عارفه، يعني في الطبخ بنعلم عيالنا، في التعليم مش هنسيب عيالنا؟ كويس. يبقى زمن حل المشكله عرفناه، من النهارده هنحل المشكله. طريقه حل المشكله ان احنا مش هنسيبهم، واول باول معاهم باذن الله، ومتابعه تمام. حلو. النتيجة بإذن الله ربنا يكرمنا فيها إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. بتكلم بقى في أخيرا إن في مشكلة كبيرة دلوقتي، إن لو ابنك مش في الحصة 7 وإنت بتشوف الفيديو ده في شهر
عشرة، أول عشرة، واحد عشرة، تاريخ الحصة السابعة، واحد عشرة. لو ابنك مش في الحصة السابعة يبقى فيه مشكلة. ابني في الحصة الأولى، في الحصة الثانية، في الحصة الثالثة، فيه مشكلة، لازم نلحق نعملها. لازم نلحق إن إحنا نكمل فيزياء وإلا هيبقى متأخر. أصل ابني كان مع حد تاني، أصل ابني جيب أداء متأخر. ما خلاص بقى، خلاص بقى، إحنا هنحل المشكلة ولا بنتكلم؟ يبقى بدل ما ياخد حصة ياخد حصتين. ها؟ اللي خده مع حد خلاص يذاكره ويبدأ من جديد. خلاص يبدأ بالمراجعة. المشكلة التانية هيقول لك إيه؟ أصل أنا ما شفتش الحصة الخامسة والستة، دي أسئلة هتجيلكوا على الرقم ده. حلو؟ ينفع أخش المراجعة على طول؟ هي لو الحصة الخامسة والستة مش مهمة كنت أنا تعبت حضرتك ما كنت راجعت على طول برضو. إيه كده جاوبت ولا لأ يا فندم؟ يبقى اللي ما خدش الأولى والتانية ممكن أبدأ بالتالتة؟ أنا لو الأولى والتانية مش مهمة ما كنت بدأت بالتالتة أنا ولا إيه؟ صح كده؟ يبقى ده رد ولا لسه؟ الحصة السابعة طبعا الكوميكس هتطلع ايه؟ فظيعة. الحصة 20 ساعة. الحصة مش 20 ساعة يا فندم، ما تصدقش. الحصة 4 ساعات ونص. ده اللي شرحت فيه ورجعت وخلصت وكله تمام، كله تمام. 4 ساعات ونص لميت فيهم الست حصص اللي فاتوا. خلاص. طب والباقي ال 15 ساعة الباقيين ونص دول؟ 7 ساعات منهم بحل 195 سؤال حل تفصيلي. 7 ساعات بقيت ل4 ساعات ونص حل تفصيلي ل 195 سؤال بحلهم بالورقه والقلم. ثم 8 ساعات و بحل فيهم 191 سؤال. يعني اللي هي بنسبه ايه بقى؟ الاولانيين دول بنسبه 80% في الامتحان اخر السنه، وال200 التانيين او 200 الا بنسبه 20%. يعني دول او ليفل هنعتبرهم ودول هاي ليفل، والاثنين يجوا في الامتحان بنسب. فانا ما سبتش ابنك يحل 400 سؤال لوحده. انا خلصت ال4 ساعات ونص وحليت 400 سؤال في 15 ساعه ب900 دقيقه. حلو؟ يعني السؤال خد مني دقيقتين وربع تقريبا شرح، وجبت بقى كمان علاقة ايه بايه، ولو قال ايه يعمل ايه. يعني ما ابنك ما يقولكش لذا كان المستر حلهم في 15 ساعة انا حلهم في قد ايه. المستر ما كانش بيحلهم، المستر كان بيشرحهم، وفي فرق بين انه يشرحهم وانه ايه يحلهم. صح يا فندم ولا لأ؟ تمام. انا بشرح وبقول زيها يحصل، ولو قال نشيلنا ولو حطينا نحط. السؤال بقى هنا، لو ابنك قال لحضرتك انا بذاكر فيزياء كويس بس ما بعرفش احل فيزياء، طيب يبقى اللي مذاكر فيزياء وعارف يحل فيزياء يا فندم هيعمل ايه؟ هيطبع الشيت الاول بي دي اف والشيت الثاني بي دي اف ويحلهم، وما يتفرجش غير على 4 ساعات ونص بس. حلو؟ وبعدين في أسئلة هنا معرفهاش أو عايز يتأكد منها، وفي أسئلة هنا معرفهاش وعايز يتأكد منها، هيشغل الفيديو ويجري يجيب السؤال اللي هو عايزه. حلو؟ ويبقى اشتغل 4 ساعات ونص بس. احنا بقى شغالين على مين بقى؟ على اللي ما بيعرفش يحل خالص بقى، على المستوى القليل. يبقى بنجيب من آخر واحد معانا مش من أذكى واحد معانا. السؤال بقى هنا لحضرتك، لو ابن حضرتك قال لك انا بعرف اذاكر فيزياء بس مش بعرف احل، هات لي حد يحل لي. السؤال هنا، اللي هتجيبه له يحل له ده هيحل له 400 سؤال مختلفين؟ طب لو حلهم هيحلهم في كام حصه؟ طب انا خفت على حضرتك وعلى ابن حضرتك، انا خفت على حضرتك وعلى ابن حضرتك، فاضل بس ان ابن حضرتك يخاف على نفسه ويخاف عليك يا فندم. بقول الكلام ده فين يا فندم؟ في 1/10. احنا لسه 1/10. يبقى اللي هيفتح الفيديو ده يوم 1/10 يسأل ابنه انت في الحصة كام، متأخر قد ايه، بتعمل ايه، بتسوي ايه. هتقول لي طب يا مستر كده الحصة عاملة 20 ساعة، انا لو ابني عايز يتفرج عليها كلها يعني يتفرج عليها كلها حقه. اولا فتحناها ما بقتش اسبوع، بقت 10 ايام، وده غلط. غلط ليه؟ لانه هيتأخر. خلينا على المينيمم تايم اللي هي 7 ايام. كويس، على 7 ايام 20 ساعة، يبقى ابنك يذاكر 3 ساعات فيزياء في الاسبوع. ايه كتير؟ 3 ساعات فيزياء في اليوم كتير؟ كتير وهو عنده امتحان؟ طب ما هو لسه الامتحانات يا مستر ما جاتش. امال ايه؟ ما
ما تخليهمش يسمعوا كلام بعض يا فندم، بيقولوا لبعض ايه لازم نبدأ بالراحة عشان ما يعني ما يبقاش. لا ما نبدأ بالراحة ليه يا فندم؟ ما هو مرتاح يا فندم بقاله 3 سنين، هو مرتاح، هو مرتاح بقاله 3 سنين، فاحنا بنقومه بقى عشان شهر 6 ما نقولش كده. اوكي طيب تمام، يقوم بقى هو ارتاح. ينفع حضرتك يا فندم بعد اذنك شوف حضرتك بتشتغل كام ساعة في اليوم، شوف مامته بتشقى كام ساعة في اليوم، احنا بقى مدلعينه ليه للدرجات؟ ده انا بقول 3 ساعات فيزياء في 6 ايام او 7 ايام يعملوا من 18 ل 20 ساعة يخلصوا. انا اصل انا بذاكر له في الحصة يعني بعد ما هو يشوفني مش محتاج مذاكرة يا فندم، هي دي المذاكرة. يعني حضرتك جبتني البيت بالفيديو ده، قعدتني مع ابنك لوحده، وده مش هيحصل. اقصى حصة مراجعة في سنتر كانت هتبقى كام ساعة؟ 4 ساعات. كنتش هقدر احل ال 400 مسألة دول، يا دوبك يشرح له يحل صح. فبعد اذنك ما يخدعش نفسه الطالب ويقول حصة 20 ساعة هذاكرها في قد ايه. الحصة مش 20 ساعة يا فندم، الحصة 4 ساعات ونص، الباقي كل حل. هو حل لوحده يبقى مش هيحتاج ال 15 ساعة، حل نصهم يبقى هيحتاج نص الوقت، حل 3/4 يبقى هيدور على كذا، محتاجهم كلهم يبقى يشتغلهم يا فندم يشتغلهم. ها بقول، ومش بقول ان مذاكرة الفيزياء كده فوريفر 3 ساعات في اليوم، بقول في يعني كل شهر ونص هيبقى عندنا امتحان، كل 6 حصص بيبقى عندنا امتحان. ها يعني كل شهر ونص في حصة امتحان صح كده، يعني كل شهر ونص هيذاكر اسبوع فيزياء يا فندم، وما يسيبش بقية المواد يا فندم. تقولي ازاي بقى ما هو يذاكر 3-4 ساعات فيزياء هيجيب بقية المواد منين؟ هو اليوم 24 ساعة تقريبا، تقريبا ابنك هينام نصهم، نصهم نصهم نايم، يبقى 12 ساعة صاحي، 4 ساعات منهم دلع، يبقى فاضل 8. بيعمل فيهم ايه؟ يعني انا نايمت نص اليوم، ها مفيش مدارس دلوقتي، بينزل درس، برافو بينزل درس، يبقى اليوم اللي فيه درس ها هياخد من نومه شوية وياخد برضه من دلع شوية، ولا ايه؟ يعني ما ينامش 12 ساعة بقى يا فندم، وما يتدلعش 4 ساعات يا فندم صح كده؟ هيبقى له برضه 8 ساعات، 8 ساعات بيعمل فيهم ايه بقى؟ بعد اذنك كمان ريمارك بسيطة جدا، ابنك ما يضغطش عليك ويقول لك الابلكيشن على الموبايل، لانه هو بيمسك الموبايل اكتر من 8 ساعات في اليوم اصلا. يعني هو لو فتح الفيس بحاجة بسيطة، انا اللي عارفهم مش حضراتكم والله، حضرتك عندك ابن او 2 او 3 ربنا يخلي يا رب، انا بقالي 25 سنة بعامل الفئة دي من العمر، ابنك بيمسك الموبايل 3-4 ساعات يا فندم وعينيه ما بتوجعوش، اشمعنى لما بيشوف الفيزياء 3-4 ساعات عينيه بتوجعه يا فندم؟ ابنك بيقعد يتكلم بيلعب بابجي او 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 الا من رحم ربي طبعا 4-5 ساعات، ابنك في الاجازة يا فندم كنت بتاخد منه الموبايل عشان حرام كفاية صح؟ عملنا كمان اوفر حلو قوي عشان ما يستهلكش نت للبيت، يعني احنا خفنا على حضرتك يا فندم في ايه؟ ابنك بيحمل الحصة مرة واحدة على الموبايل، يعني فتحها اتحملت عنده على الموبايل مرة واحدة، لو فصل النت بعد كده هتشتغل الحصة برضه عشان ما يستهلكش من باقة النت بتاعت البيت. بس بعد ما الاسبوع يخلص ابنك مش هيلاقي الحصة على الموبايل برضه، يعني احنا عملنا الاوفر ده الاوبشن دي في الابديت الجديد عشان ما يستهلكش من نت البيت كتير، لانه عاملينها كذا جودة، فلو اتفرج بجودة عالية بيستهلك من نت البيت كتير. فاحنا عملنا كده انه اول ما بيشغل الحصة بتنزل على جهازه صح كلام يا اي تي ولا ايه؟ ماشي، بتنزل على جهازه حلو، النت قفل بقى قطع، ما يكذبش عليك بقى يقول لك النت مش شغال فالحصة باظت مش عارف اتفرج عليها. ها يبقى احنا عملنا عشان حاجتين، اول ما هينزل الحصة هتبقى على الايه صحيح، هتستهلك من باقة النت طبعا حلو، بس خلاص مش هتستهلك تاني لو جيت اتفرج عليها تاني وتالت ورابع، يقفل يفتح يتفرج عليها هي هي بنفس القيمة اللي أخدها، ما يقولكش بقى النت ضعيف. في النت قوي ابدأ بأول أسبوع شغل الحصة وسيبها بقى خلاص، في أي وقت بقى هتلاقي الحصة معاك من غير نت تمام، بس بعد ما تايم الحصة يخلص برضو هتلاقي الحصة كلوزد عليك خلاص حلو. حلينا كمان مشكلة الكويز، ولادي اللي سألوني على مشكلة الكويز، ما بنعرفش نرجع للسؤال يا مستر فبنحل بسرعة فبنتلخبط عشان مش عارفين التايم، حليناها خلاص من النهاردة بإذن الله. يعني امتحان الشهر في 60 سؤال، ما هو الحصة دي كم بارت؟ بارت 1 الفيديو ده لو شفته على اليوتيوب أو في الجروب خلاص جريه، بارت 2 اللي هم 4 ساعات ونص شرح مع 7 ساعات حل أوكي، بارت 3 8 ساعات حل، بارت 4 الامتحان.
والامتحان كذا فورم، دخلت مرة اتنين تلاتة براحتك، بس أول مرة هي اللي بتتسجل خلاص، يعني ما تخشش وترجع، ما تشوفش الأسئلة وترجع، اتحسب الدخلة. حلو؟ ولادنا كانوا بيقولوا لي ايه؟ عايزين يا مستر نرجع للسؤال، يمكن نغلط او نسيب السؤال ده دلوقتي ونرجع له تاني. حاضر. الامتحان 60 سؤال، التايم بتاعه 3 ساعات، مناسب جدا. ليه؟ لان حضرتك كنت بتحل 10 اسئله في نص ساعه في الكويز، صح؟ وكان بيتبقى عندك وقت، ومفيش حد يقول لي الوقت ما كفاش. يبقى ال 20 سؤال في ساعه يبقى 60 سؤال في 3 ساعات، لوجيك ومنطقي، اللي هو تايم امتحان اخر السنه، بنستعد له من دلوقتي. 80% في الامتحان من الأسئلة اللي احنا بنقول عليها في السبع ساعات، ومن 20 لـ15 أو من 15 لـ20% الأسئلة التانية. انت حر، انت عايز ايه؟ انت حر، انا ما اقدرش اجبرك على اللي انت عايزه. انت لازم تعوز، انا في خدمة حضرتك يا فندم، انا خفت عليك يا ولي الأمر، انا خفت على ابنك، فاضل حاجة واحدة بس، نعلم زي ما بنخاف على أولادنا، أولادنا يخافوا علينا بس. حلو؟ عملت لولادنا يرجعوا للسؤال ازاي؟ في ارقام في جدول كده فوق، 1 2 3 4 5 6، صح؟ يدوس على السؤال اللي عايز يرجع له. طب عايز يعيد من الاول، يدوس على 1 2 3 4. بقينا بنرجع في الكويز يا فندم. امتحنت ايه وما عجبتكش نتيجتك؟ امتحن بيه. امتحنت ايه وما عجبتكش نتيجتك، وسوري وعجبتك نتيجتك وعايز تجرب تاني؟ اتفضل، تجربه مش هيخسر بيها حاجه. كده ردينا على كل حاجه. في حاجة ناقصة كده يا جماعة؟ أشوفكم على خير بإذن الله. مستني طبعا الكوميك اللي هتبقى على الحصة، 20 ساعة هناخدها في وقت قد إيه؟ ده متعودين عليه وإنتوا كمان هتتعودوا عليه. حاولنا نعمل اللي علينا، أوعدكم بالأحسن بإذن الله، أوعدكم نتعب أكتر إن شاء الله عشان نقدر نحقق طلباتكم بإذن الله. سلام عليكم.